يريد النزاهة والطهارة ويسجل ايش قد يملك ومن يخرج قد يملك، ما الله يصير للمجتمع ثابت ويصير واضح صورته واضحة وإنسان نزيه، غير ذني ما عدنا. ويدافع عن الشعب، عن الفقراء، عن المحرومين، عن المستضعفين، غير ذني ما عدنا. خدمة الشعب ولا خدمة المجتمع اللي هو يعيش به، حتى لو كان دين ما عنده، بس إذا كان عنده وجدان وكان منصف وكان عمله حقيقة يعني يريد يخدم، يعني راح يكسب محبوبية هم خلق الله وهم الله. الشرط الأول جنسية واحدة عنده عراقي، حسن السيرة والسلوك، على الأقل بكالوريوس، يعتبر شهادة أولية البكالوريوس. أنا أفضل أن لا يكون حزبي، حتى ولا يكون للوطن وليس لحزبه أو رئيس الحزب. النقطة الرابعة أن يكون مؤتمن ويؤيد من منطقته بأن هو أمين. النقطة الخامسة بأن ما عنده دعوة ضده حتى لو كانت دعوة كيدية. السادسة بأن ما داخل سجن حتى لا ينتقم من الشعب. يجب أن يكون ملم بالأمور العامة، بالأمور السياسية، يمتلك كاريزما القيادة، يمتلك يعني عنده شعبية وسط جماهيره، وسط ناخبي، شجاع، يكون حر برأيه، مو إلا يكون تابع الفلان أو للجهة الفلانية أو للكتلة الفلانية. برلماني إلى برنامج واضح، إلى هدف واحد يريد يحققه خلال دورته البرلمانية لأربع سنوات. هذا الشيء غائب تماما عن برلماننا. أن يكون محترم للدستور وللقانون، خاضع لكل السياسات العامة، مؤمن بالنظام الداخلي للبرلمان العراقي. بالتالي احنا محتاجين ممثلين شعب قبل ان يكونوا مرشحين عن ذاتهم او عن خلفياتهم السياسية.